خلينا نروح نشوف بالحلقة في يعني قسم مهم جدا. دائما الفنان كاريكاتير موريس مصري بيرسم دائما اللي عم نكرمهم، فهو المخرج ما خلوني اشوف الرسمات وهي او عم بفتحهم هلا بنشوف شو الحال اللي راسمين فيها. فنان موريس مجتهد وانساني وبيلحق التفاصيل هيدي حلو. يلا قريهم انت استاذ محمد، اقراهم هيدي عيد الام بعتقد، عيد الام ويخلي لنا قلبك. ايه كثير حلو هيدا، كثير وعامل الام قلب شو حلو شو هي مبدع قلب. ايه. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول امك ثم امك ثم امك ثم اباك. فعشان هيك الام لا طرح الجنه تحت الوجود. اقدامه. ايه الجنه تحت بالمناسبه أقدامه. ما قال تحت اقدام الامهات الصالحات امهات بشكل عام، الامهات بشكل أمهات. عام يعني شوف هو عم يمجد مصدر الحياه اليوم بالكورونا. الأم مهمة صحيح. شوف موريس عطاها القلب يعني وجودنا نحن، إذا ما في قلب انتهينا. النبض الثاني أنا ما شفته بصراحة اللي عم شوفه. أمهات الدراما اللبنانية رندا كعدي، علياء نمري، لمياف غالي، وليلى كرم. وهو في بعد وفاء طرباي، في ليلى كتيرنا. يعني في كتير ممثلين مهمين، فلكن مثلوا شو بدو اي بس هؤلاء من الله يخلي الموجودين، وهؤلاء يمكن ابرز الامهات اللي اشتغلوا الدراما اللبنانيه. اهم روايه لماكسيم غوركي هي الام لماكسيم غوركي. عندك امال العريس لعبت دور كتير حلو، عندك ليلى حكيم كمان لعبت دور الام في الدراما اللبنانيه وابدعوا يعني. الان الله خلينا رندا كعدي متميزه، الله يطول بعمرها. وهيدي كمان انا مش شايفها الا امي الثانيه معلمه. ايه هيدا المعلمه هيدا لانك انت هون كمان، بس فعلا الام الثانيه هي المعلمه فعلا فعلا. بتلعب دورها بالمدرسه كام؟ لا عارف لوين رايح موريس. لا اليوم مفضي كل عمره انت والوالد الله يرحمه الوالد. ايه فعلا امي كانت اكبر من الوطن، كانت دمعة أكبر من العين. حلو حلو العبارة. أمي كانت شغلة ما بتعرف إلا تحب. أستاذ محمد أنت كنت صديقة للوالدة. أنا صحيح أنا كان خلافنا معها إنها بتسامح كثير وبتحب كثير، بس هي مرتاحة. يمكن خلافها كان الخلاف شدة عاطفتها، يعني كانت مرات العاطفة الشديدة بتوصل لأماكن غير منتظرة، بس كانت هي قلب عظيم هذه المرأة. بيكون مرتاح مع هذه المرأة تأرملت من 19 سنة وكان عندها 5 أولاد. بعدين فنانة يعني كانت تحب ما كانت الفن. الخياطة هي اللي ربت. هذه يمكن عشان هيك المخرج رفضوا نشوف الكاريكاتير.